اتفضل يا مستر، امنيه صالح الجمل. لا استني، المدير عايزك. ليه المدير عايزني ليه؟ استني بس خلص صاحبتك واقول لك. عايز النتيجه بتاعتك؟ ايوه يا مستر. امنيه حبيبتي. نعم يا ماما. يلا حبيبتي روحي المدرسه هاتي النتيجه بتاعتك، زمان المدرسه بتاعتك فتحت. حاضر يا ماما، بس انا عايز اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي. انا عايزه 20 جنيه عشان النتيجه بتطلع ب 20 جنيه. احلى 20 جنيه لبنتي امنيه. يا رب يا رب كده يا امنيه تبقي من الاوائل. يا رب يا رب يا ماما. يلا مكه. نعم يا خالتي. أيوة. يلا يا حبيبه قلبي روحي مع بنت خالتك، يلا وخدي 20 جنيه من مامتك وروحي هاتي النتيجه. 20 جنيه احنا لسه ما استفتحناش، وبعدين كده كده نظمنا ان بنتي ناجحه، مش ضروري يعني نجيب النتيجه. بنتي يا مكه. نعم يا ام. انت مش هتنجحي يا بنت صح؟ ايوه طبعا ان شاء الله ناجحه وطالعه من الاوائل. ايوه يا بنت. هي البنت امنيه دي شاطره ولا مش شاطره؟ قوليلي. نسيت اقول لك ياما. صحيح. ايه يا بنت؟ ده امنيه بنت خالتي دي قد بليده. عارفه يعني ايه بليده؟ اه. انت عارفه وانا في الامتحان حليت الامتحان وكان واقف معايا كده كام سؤال، راحت المس قايلهم لي على طول. اه اصل المدرسين هناك بيحبوني قوي ياما. جدع يا بنت يا مكة. وبصراحه كده انا بتكسف امشي مع امنيه بنت خالتي. عارفه ياما صحابي بيقولوا لي ايه؟ ايه يا بنت؟ يلا يا اللي بنت خالتك بليده، ازاي تمشي مع البليده ديت وانا بابا محروجه ياما مش عارفه نقول لهم ايه، مش عارفه ارد عليهم. ايوه يا بنت يا مكه عرتنا، بس برافو عليكي برضو ان انت ما بتكلمهاش ولا ليكي دعوه بيها ولا كانك تعرفي. اه ماليش دعوه بيه يعني يديك ياما صحابي يتريقوا عليا. لا يا بنت يا مكه. بصي يا بنتي يا مكه، عشان الكلمتين الحلوين اللي انت قلتيهم دول 20 جنيه هم معاكي، وهتاخدي امنيه معاكي، وانتوا جايين لو سقطت زفيها يا بنتي يا مكه. يا سقطه يا سقطه يا سقطه يا سقطه. عارفه يا بنتي يا مكه انا اللي مضايقني ومزعلني ايه؟ ايه؟ ان هم يا بنتي يا مكه الدنيا ماشيه معاهم كده، هو بيبيعوا الشيبسي بتاعهم على طول، مع اننا احنا يعني عندنا فشار وفي شار احلى من الشيبسي. عندك حق. ولا يا ولا احنا يا بنتي يا مكه عشان قلبنا صافي وابيض، وهي كده ما بتمشيش غير مع قلوبهم سود. بالظبط كده، احنا قلبنا ابيض ياما. صح صح بنتي يا مكه. نعم. يلا خدي اختك امنيه معاكي وروحوا جيبوا النتيجه. يلا يا امنيه. يلا بينا يا مكه. بالنجاح يا حبايبي ان شاء الله. هدعيلكم ان شاء الله انتوا الاثنين بالاول. ربنا يخليكي لنا يا ماما. يلا حبيبتي روحي وما تقلقيش كده، مش عايزاكي يلا تبطري. بالنجاح يا رب يا بنتي تطلعي الاولى يا رب، انت وبنت خالتك يا رب. يا رب يا اختي اسمع منك ربنا. يلا شيبسي بيكسب. يلا فشار. اللي عايز النتيجة يحضر 20 جنيه. تمام. عايز النتيجة بتاعتك؟ ها؟ 20 جنيه. ها؟ ايوه متفاهم اهو. والا اخرس. خمس ملاحق. يا ابني انت صاحي. انت جاي تحت يا ابني. خد يا ابني. لو كنت نجحت كنت عملت ايه؟ ربنا يشفيك. اتفضل يا مستر، امنيه صالح الجمل. لا استني، المدير عايزك. ليه المدير عايزني ليه؟ استني بس خلص صاحبتك واقول لك. عايز النتيجه بتاعتك؟ ايوه يا مستر. مكه محمد افندم. ملحقين. ملحقين؟ انا هقول لماما ايه يا امنيه؟ هقول لماما ان انا جايبه ملحقين؟ بس يا مكه ملحقين سهله يا مكه، انت لو ذاكرتي ودخلتي الملحق هتنجحي، لكن انا مش عارفه المدير عايزني ليه، انا خايفه قوي. امنيه. نعم. بصراحه كده طالما ما المدير عايزك يبقى انت ساقطه في كل المواد. ازاي ده انا حليت كويس والله يا مكه. طب بصي خليكي مستنياني عشان ادخل المدير. طيب. لا يا امنيه انا مش هستناكي، انا همشي هقول لماما ايه هقول لها ايه، بس يا امنيه انا ماشيه. طب المدير عايزني في ايه؟ طيب انا عايز اقول لك على حاجه، انا حليت كويس يا مستر. ما تخافيش يا امنيه، انت طالعه الاولى على المدرسه. ايه ده بجد؟ بجد بجد والله العظيم. والنتيجه كمان هتاخديها مجانا. انا مبسوطه قوي. انا مبسوطه قوي. المدير هيديكي مكافاه. انا طالعه الاولى. طب اتفضل يا مستر. لا النتيجه مجاني يا امنيه، ادخلي يلا للمدير. انا مبسوطه قوي. طلعت الاولى. يس يس يس. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. شكرا. مكه امنيه فين يا مكه؟ بنتي يا مكه امنيه عملت ايه يا بنتي يا مكه؟ عارفه يا ماما امنيه عملت ايه؟ ايه المدير عاوزها. ليه يا بنت عملت ايه يعني؟ علشان ساقطه في كل المواد.
ايوه طبعا. ما هتعمل ايه يعني، لازم تسقط في كل المواد. انت عارفه بقى يما، صحابي كلهم كل اللي في المدرسه ساقطين، عارفه اللي جايب 6 ملاحق واللي 5 ملاحق واللي 11 ملحق، جايبين ملاحق كتير. انت عارفه كلهم ساقطين يا بابا؟ ايوه كلهم الا انا طبعا يما. عملتي ايه؟ عارفه جايبه كام؟ ايه؟ جايبه ملحقين بس. اتنين بس يا بنتي؟ ايوه اتنين بس. مبروك يا بنتي يا حبيبتي. الله يا مكة عملت ايه؟ جابت ملحقين بس، جابت ملحقين بس يا حبيبتي. مبروك يا بنتي. مكة أمنية عملت ايه وهي فين اصلا؟ بصراحة كده خالتي انا مش عايزة اقولك عشان تزعلي بصراحة. لا قولي لي حبيبتي أمنية فين، في ايه؟ بتقولي لها يا مكة يوه. بصراحة خالتي المدير عايز أمنية بت. باين عليها بت. ايه اللي حصل؟ عملت ايه؟ علشان أمنية بصراحة كده ساقطة في كل المواد. أمنية بنتي انا؟ لا يا مكة انا ما صدقكيش ابدا يا مكة. انا بنتي عمرها ما تكذب ابدا. لا أمنية بتذاكر طول السنة، حرام مجهودها وتعبها، استحالة. لا على التعب اللي هي عملته والسهر اللي سهرته دي، بنتي تطلع الاولى ان شاء الله. طب يا اختي ايه، شويه تلاقيها داخله عليك وتشوف الملاحق الكحك 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 منور الشهاده. يا رب عشان خاطر ما تخسرش بخاطر امنيه بنتي. يا رب يا رب تكوني طلعتي الاولى يا امنيه. لا يا امنيه انت ذاكرتي كويس انا متاكده، انا اللي براجع لك بنفسي. يا رب سلم. يا ماما يا ماما يا ماما، عملتي ايه يا امنيه؟ ماما طلعتي الاولى الشهاده هي. يا بنتي محدش نجح في المدرسة يا بنت. أنا عايز أقولك على حاجة كده يا أم، أمنية غشة. ما كنت غشي يا حبيبة، أنت كمان كنت غشي. هي مكة تقولتي عملت إيه؟ ما قلنا جابت ملحقين يا أختي، ما سمعتيش يعني. خلاص أنت متعصبة ليه؟ إهدي إن شاء الله تذاكر وتعوضهم في السيف، ذاكري كويس وإن شاء الله تعوضيهم. هو أنت عينيكي كده أهو فرحانة وشمتانة فيا، كل الشماتة دي عشان بنتي جابت ملحقين. إيه يا شيخة، ما ترحمي نفسك يا شيخة، ما ترحمي نفسك بقى. دايما عندك حظ في كل حاجة وأحسن مني، في البيع بتبيعي أحسن مني، بنتك أحسن من بنتي، شقتك أحسن من شقتي، كل حاجة عندك فيها حظ. في إيه يا شيخة، ما ترحمي نفسك يا شيخة، ما تسيبلنا شوية من اللي عندك. في إيه؟ إيه يا شيخة اللي أنت فيه ده يا شيخة؟ ده أنا حتى أختك، أختك يا شيخة. بنتي يا مكة أنا ماشية دلوقتي، سيبوني في حالي وما حدش يجي ورايا، مش عايزة حد يكلمني. لا أبداً يا أمي. سيبيني. يلا استني يا أمي. أنا عايزة أتمشى لوحدي شوية يا مكة، سيبيني في اللي أنا فيه بقى يا مكة. كل ده جواها؟ أنا أول مرة أشوفها كده يا أمنية. أنا زعلت من خالته أوي. ماشي لما تهدى أنا هبقى أتكلم معاه. المهم أنا فرحانة بيكي أوي يا أمنية. وأنا كمان يا ماما مبسوطة أوي. بصي يا أمنية، هاخد اللعبة بتاعتك أشيلها لك في البيت، ولما تروحي ألعبك بيها. عايزاكي تقفي تبيعي مكاني عبال ما أعملك بقى غدواية حلوة من اللي أمنية بتحبها. ربنا يخليكي ليا يا ماما. والله لا فرحك يا أمنية زي ما أنتي فرحتيني. اتفضلي يا ماما خدي 20 جنيه كمان. ماشي يا حبيبة قلبي، بيعي بقى وريني شطارتك بقى، ورينا الأول لما بيبيع بيعمل إيه. حاضر. الأول يرفع إيده. هي. الأول يرفع إيده. هي. يلا شيبسي. عند الشيبسي اللي بيكسب، يلا عند الشيبسي اللي بيكسب. خليك مع الجديد، ما تروحش للقديم. خليك مع الجديد، ما تروحش للقديم. أسطورة. ايه؟ عايزة في مصلحة وليك فيها 200 جنيه. وليه زيهم تاني؟ ماشي بس عايز افهمك بس هتعمل ايه الاول. اي حاجة انا معاكي، فهميني. طب تعالى اقول لك بقى هتعمل ايه. تعالي. يلا شيبسي. ايه
هي قالت لي الأولى دي بقى ولا دي؟ أكيد دي، فإن أنا طلعت لها. يا مكة يا حبيبتي، سلامتك، ألف سلامة عليك يا بنتي. هو حضرتك مامتها؟ لا أنا مش مامتها. أنا مامتها يا دكتور. أنا خالتها بس زي مامتها بالظبط. بس أنا عايز أقول لك على حاجة، والله العظيم أنت شجاعة اللي أنت جبتيها هنا، والحمد لله اللي أنت ما أخرتهاش أكتر من كده، عارفة لو اتأخرت ممكن خمس دقايق كانت ممكن تروح فيها. الحمد لله يا رب. الحمد لله رب العالمين. بإذن الله بإذن الله هتقعد معانا هنا 10 أيام، تمام بإذن الله وهتبقى زي الفل. يا دكتور أنا هاخدها البيت وأعملها كل اللي هي عايزاه، أي حاجة هتعملوا لها في المستشفى أنا هعملها لها في البيت. ما ينفعش، ده اتكتب لها عمر جديد. طيب ماشي يا دكتور، أنا كنت عايزة بس أجي مع حضرتك عشان أحسب يعني على المصاريف وكده. ما الأستاذة دفعت كل المصاريف. كله خالص يا آية، وبعدين أنا مش عايزاكي تبنتي معايا 10 أيام، أنا اللي حبات معاها. أنا بس اللي طالباه منك خدي أمنية معاكي، أنا حبات مع حبيبتي. لا وخليني معاكي أنا كمان يا ماما. بعد إذنكم. ألف سلامة عليكي يا حبيبة قلبي. ألف سلامة عليكي يا مكة يا حبيبتي. احكي لي يا بنتي إيه اللي حصل. بصي يا ماما، كان في واحد كده كان لابس سلاسل كتير وشكله وحش، فلقيته بيكب عليا حاجة، فقلت له ايه اللي انت بتعمله دوت يا عمو؟ لقيته يا ماما يا دوبك ما لحقتش بس اقول له ايه اللي انت بتعمله ده يا عمو، لقيت نفسي مولعه يا ماما، لولا امنيه شدتني من قلب النار يا ماما. ربنا يخليك يا امنيه يا رب. الحمد لله. معلش انت عارفه كمان يا ماما ايه يا لما امنيه لقيتني مولعه راحت رن على خالته وقالت لها، وخالته جابتني أيوه. وودتني المستشفى. ما انا بصراحه ما عرفتش اتصرف، ما عرفتش اعمل ايه، فاتصلت بماما على طول. انا كنت خايفه عليها. ربنا يا رب يكرمك يا ندى، انا عمري ما هنسى لك الموقف اللي انت عملتيه معايا ده ابدا. ايه بس موقف ايه؟ مكه دي بنتي يا ايه، زي ما امنيه بنتك بالظبط. يعني انا لو لا قدر الله حصل لي اي حاجه، مين اللي هيخلي باله من امنيه ويربيها احسن تربيه؟ مش انتي؟ ايوه طبعا. مين اللي هيجوزها لما تكبر؟ مش انتي؟ ايوه طبعا. مش امنيه دي بنتك زي ما مكه بنتي؟ ايوه طبعا. احنا أيوة. اخواتي ايوه، مالناش غير بعض. ربنا يخليكي ليا يا اختي. حقك عليا يا حبيبتي، حقك عليا، حقك عليا، ما تزعليش. ربنا يشفيها يا رب. نعم. ما تزعليش مني يا امنيه، لو انا زعلتك في اي حاجه يا امنيه انت النهارده اختي وحبيبتي يا امنيه. انا مزعله منك والله العظيم، انت اختي حبيبتي. الف سلامه عليك يا مكه يا حبيبتي. بقى كده يعني شوف ربنا عمل فيا ايه، انا جيت اذي اختي، ربنا اذاني انا في بنتي. الحمد لله ان هي جت على قد كده، مع ان اختي طول عمرها طيبه معايا، عمرها ما اذتني ولا عملت لي اي حاجه وحشه، انا بس اللي كنت وحشه طول عمري وانا اللي بعملها وحش. الحمد لله انا عمري ما هاذيها تاني في حياتي، عمري ما هاذيها، وعاملها كويس وعمري ما هاذيها تاني في حياتي. يا رب سامحني يا رب، سامحني يا رب. حقك عليا يا بنتي، حقك عليا يا مكة. الف سلامه عليكي. الله يسلمك يا ماما.